نتحول إلى إسبانيا، حيث والتي كانت اليوم على موعد مع الانتخابات التشريعية المبكرة، ويبدو من خلال أولى المؤشرات أن الحزب الشعبي اليميني هو الذي جاء في الصف الأول متبوعا بالحزب الاشتراكي العمالي الحاكم، فحزب سومار اليساري الراديكالي، ثم حزب بوكس اليميني المتطرف، وهو ما يعني أن الحزب الشعبي قد يتمكن من العودة إلى الحكم بالتحالف مع حزب بوكس اليميني المتطرف، حيث ستكون المرة الأولى التي يعود فيها اليمين المتطرف إلى الحكم في إسبانيا منذ العام 1975. وللحديث عن هذه الانتخابات معنا مباشرة من مدريد الزميل محمد المدن، مراسل ميديا، أهلا بك. أهلا بكم ومرحبا. إذن الحزب اليميني هو الأوفر حظا ربما في هذه الانتخابات، هل لو وضعتنا في الصورة عن آخر التطورات بخصوص أجواء الاستحقاقات هناك؟ نعم، الآن هناك سعي لفرز كل الأصوات التي من المفترض أن أدلى بها الإسبان ليحددوا يعني المشروع السياسي الذي يقوم أو سيقود إسبانيا خلال السنوات الأربعة المقبلة. لحد الساعة ما ظهر هو استطلاعات رأي، اثنين من استطلاعات الرأي، استطلاع رأي لميديا سيت وهي ذات ميول يمينية، ثم استطلاع رأي آخر ربما نقول سيجما للقناة الإسبانية الأولى، القناة العمومية، وهما وإن كان يعني متقاربين في التقدير النهائي للنتائج، ولكن مع ذلك يسلطان مزيدا من الغموض حول النتائج الحقيقية للفائز في هذه الانتخابات، لأنها لم تمضي هذه الأرقام المعلنة سوى تعميق الشكوك، وبالتالي سيكون ليل إسبانيا كما يقال طويل جدا، على اعتبار أن الميديا ستمنح أغلبية مطلقة للحزب الشعبي بالإضافة إلى فوكس، والنتيجة هو أن الحزب الشعبي لن يحكم لوحده كما كان يتمنى، وهو ما يشير أيضا على أنه سيواجه صعوبة كبيرة في تدبير مرحلة الحكم في هذه الفترة. ثم هناك أيضا استطلاعات الرأي التي أتت بها سيجما القناة الأولى الإسبانية تتحدث عن أغلبية مطلقة محدودة مع 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 فوكس، وهذه الأغلبية المطلقة المحدودة ربما إذا ما عدنا إلى النتائج الحقيقية مع نسبة الخطأ ممكن أن تكون هناك مفاجآت، يعني ربما سيكون صعب بتحالف فوكس والحزب الشعبي أن يكون هناك أغلبية مطلقة وسيتم اللجوء إلى أحزاب أخرى. هذا السيناريو أول تؤكد عليه هذه استطلاعات الرأي، ولكن أيضا النتائج التي تأتي ربما تمنح مفاجأة أخرى أو تمنح اعتبارات أخرى. وبالحديث عن سيناريو تحالف الحزب الشعبي مع حزب بوكس، وأنتم هناك ربما استقيتم آراء مجموعة من المواطنين وتابعتم أيضا الجرائد أو الإعلام الإسبانية المحلي عن قرب، كيف ينظر الإسبان إلى هذا السيناريو المحتمل في المملكة؟ بالتأكيد هذا الواقع وهذا السيناريو ينظر إليه بوجهتي نظر. أنصار الحزب الشعبي ربما يتقبلون النتائج ولكن ستكون مرة، لأنهم كانوا يتطلعون دائما أن يكون الحكم فقط للحزب الشعبي، هم يعلمون أن الحكم إلى جانب فوكس سيكون متعبا وسيكون يواجه مشاكل عدة. هذا التحالف هو الذي كان من المنتظر أن يحرك المترددين من الناخبين التقدميين، ومع ذلك أعتقد في استطلاعات الرأي الأخرى كانت تظهر أن هناك تقدم لليسار إلى حد ما، هناك سومار تضعه في المرتبة الثالثة، يعني تقدم على حساب فوكس، ثم حتى الحزب الشعبي أو عفوا الحزب الاشتراكي حسن من نسبة الأصوات، ربما ليس المقاعد نسبة المقاعد ولكن نسبة الأصوات. لذلك أنا ربما أشدد على أنه ربما ننتظر قليلا النتائج النهائية، ولكن الحقيقة التي يمكن أن أؤكد عليها ويؤكد عليها المراقبون هو أن الحكم ما بعد هذه الانتخابات سيكون صعبا بالنسبة لأي تكتل، فالحزب الشعبي مع ذلك سيحتاج إلى قوى أخرى، والحزب الاشتراكي نفسه أيضا في حال ما إذا عجز الحزب الشعبي عن إكمال الأغلبية المطلقة كما تدل استطلاعات سيجما، فبالتالي سيكون محتاج أيضا إلى الحكم إلى جانب قوى ربما ستحرجه أيضا مثل القوى الانفصالية في كاتالونيا إلى غير ذلك.
نعم، يصعب الحسم في نتائج هذه الانتخابات بشكل مبكر. نعود إلى هذا التحالف اليميني، نحن نعلم أن ربما هذا الاحتمال يعيد إلى الواجهة تخوفات أوروبا من بعض التجارب في بعض الدول الأوروبية الأخرى. إلى أي حد يعني يقلق هذا الاحتمال الاتحاد الأوروبي؟ نعم، هذا احتمال ربما قد يكون مقلقا للاتحاد الأوروبي، لأنه حتى قبل نتائج الانتخابات كان الاتحاد الأوروبي يرسل رسائل تنذر بالتخوف من أن تكون هذه هي النتيجة النهائية بالنسبة إلى إسبانيا، القوى الرابعة الاقتصادية الآن في إسبانيا. ثم الاتحاد الأوروبي الذي أشاد ربما بسياسات الحكومة الائتلافية، وخصوصا دعم الفئات التي ربما تأثرت بظروف يعني الوباء ثم ظروف الحرب الروسية على أوكرانيا. الحزب الشعبي كانت هناك انطباعات أيضا، فوندرلاين في حديث مع مسؤولين إسبان يعني تحدثوا هكذا، كانوا يحذرون من هذه أو يبدون قلقا من هذه النتيجة. هي مقلقة أيضا حتى في داخل إسبانيا، كل الشرائح الاجتماعية تتخوف من أن يكون هناك انتكاسة في عدد من الحقوق الاجتماعية والسياسية والاقتصادية التي كسبتها إسبانيا خلال هذه المدة. الكل يتخوف من عودة إلى ظروف التقييد وإلى ظروف حتى يعني على مستوى الحرية الاجتماعية والفردية يمكن أن تأثر بوجود هذا التحالف. ربما سيكون هو السيناريو الذي يحظى بأقل قبول في إسبانيا إن شئنا القول. نعم، محمد المدنى مراسل ميديا في العاصمة الإسبانية مدريد، شكرا جزيلا لك على كل هذه المعطيات.